تخيلوا انا موت في كنديه اللي بدأوا من رمزيه على مدى ممكن 50 سنة الاخرى من تاريخ تونس، وحبينا نمنوا خاصة ضيوفنا المنبر اللي هدوا عليه علماء وكيما فرحة عشية المعمرة حبيب عاشور مش كيما رفاقنا في العمل زيرو. إذا اخترنا القاعة في بداية كلامتي باش نرجع شوية بالطويل ونقول بعد المدة هذه العدنية تكون بعضنا نقول وأخيرا بعد سنوات من النضال الصمود من البناء والتشييد وإعادة البناء في كل مرة عصر عواصف مرت على منظمة من عواصف نظام البيئة تفكروا صار فينا في 2009 و2008 ثم لعصر الثورة وأحلاها من عاصفة ثم لعصر الانتخابات وكل التغيرات اللي صارت على الساحة السياسية وخاصة التغيرات اللي عملها الحزب اللي مر في وقت قصير من حزب بتاع مقاومة وحزب بتاع معارضة إلى حزب برامج وقوة اقتراع إلى حزب حكم وتسيير هذا كل فرض علينا هذا كل فرض علينا تغيرات كبيرة تحولات في كل مرة تحولات تنظيمية وأيضا سياسية ولكن شبابنا كان على غاية من الوعي واكب هذه التحولات تحمل فيها في كل مراحل هذه المسؤولية في كل اقتدار وأنا اليوم بعد تقريبا 6 سنوات من التأسيس ننجز المؤتمر الأول فهذه لكل مناطق لكل منصمات لكل معاملة وكذا وضحى بهذا المؤتمر الأول اخترنا المؤتمر هذايا المؤتمر الاول شعار جيل جديد سياسه جديده لعدة اعتبارات الاولى بديهي انه منظمتنا ممكن كغيرها من منظمة الشبابيه تعتبر روحها حامله طموحات هذا الجيل لكن ايضا ممكن نرجع شويه للتاريخ الحديث بتاع تونس فانه منذ حركات الاولى للاسلام توا تقريبا 2 سنين من خير الدين والتجاه للحركه الوطنيه ثم الحركه النقابيه وكل النضالات اللي خذتها ثم الحركة الديمقراطية لمدة 5 سنين الأخرى قدمت كثير من التضحيات من الأحزاب من منظمات حقوقية ومنظمات نسوية ثم من كل القطاعات المهنية أطباء ومحامين وغيرهم على مر هذا التاريخ كانت تونس في كل مرة تنجب جيل جديد بعبي بالطموحات يتشبع بالأرض حبها الشعب لكن في كل مرة كان يصطدم بالقمع كان ينتفع ما بين الشجور والتعذيب ويمكن يتكسر بغادر الساحه السياسيه لكن في كل مره يمر رساله جيل اكثر اصرار ومتمكن اكثر وقادر انه يقدم اكثر من تضحيات اخر معارك الكبرى ضد الدكتاتوريه قام بها ممكن جيل لانه السنوات الاخيره على الاقل 4 أو 5 كانت سنوات نضال شبابي بالاساس واللي ممكن تاسس منظمتنا في 2007 واكبت الفتره الاخيره هذه نضال بداية بالحوض المنجمي تفكروا كل انه كان التمرين الاول على الثورة في وقت الاحداث ونقلها في توعيه الناس مش كانت تساعد ثم النضالات اللي خذوها الطلبة ما بين السجون واضرابات الجوع ثم بكل الحملات اللي تعمل من اجل حرية الصحافة وحرية التعبير وضد السانسرة ولتحليل الفضاء الافتراضي الفضاء اللي بقى في جيلنا ممكن ميدان المعركة اللي تتساوى فيه القافية ميدان المعركة اللي تتساوى فيه الأسلحة وقادر أن قلق نظام إلى ثورة الحرية والكرامة اللي ممكن نقدم فيها جيلنا وشباب بلادنا خيرة معانا تدفع فيها ضريبة الدم وتحوا فيها العديد من الشهداء سنعموا اليوم بالديمقراطية اللي احنا فيها ونكونوا في المسألة الانتقالية اللي احنا فيها تعرف تعرفوا نضالنا ما وقفش نضالنا ما وقفش مع الثورة ومع هروب الطاغية وأن المساحة السياسية في الوقت هذاك تقسم ما بين ناس تحب ترمي ناس تحب تصالح وبين ناس دوليين وبين ناس حبوا يقضيوا على النظام الماهي وأخيرا ومرة أخرى جينا نصل المعركة بعد زوز اعتصامات بطولية قصبة واحد وقصبة اثنين وتمكنا من الإتاحة بآخر إلى عدة دور وانطلقنا نحو مجلس تأسيسي
وخل التجمع وانطلقنا في بناء جمهورية جديدة وجدة مش جديدة. في الفترة هذيك بعد ما كملت الفترة النضالية شبابنا خادم على الحزب المعركة الانتخابية كان له ممكن دور كبير في نجاح الحزب أو النجاح النسبي للحزب. إذا كان تحمل مسؤولية في كل المجالات، كل الاقتدار من بداية العمل الميداني إلى صناعة البرامج وسيادتها، ثم إلى قيادة الحملة ومراقبة الانتخابات، وشارك أيضا في الدوائر الانتخابية، ممكن مش بالعدد الكافي، ما كانش في المراتب المتقدمة، لكنه في كل قائمة شارك فيها فإنه أبدا بلاك حسن. هذه المساهمة الفعالة في نجاح الحزب خلته بعد الانتخابات وقت طرح فكرة تعزيز الهيكل المركزية في الحزب وتوسيعتها، أنه يناقشوا على القيادة وممكن يتحصل على قسط كبير من الهيكل المركزية الموجودة في الحزب تكون مخصصة للشباب، تكون يوجد فيها ممثلين على المنظمة الشبابية منتخبين ومختارين من الشباب مباشرة. هذه نحكي فيها ممكن لا فترة التاريخ، لكن مش مبين أهمية المراكمة وأهمية التنظم بتاع الشباب في وسط الأحزاب، لأنه أولا هي نجاح الأحزاب لكن حتى لتونس. تعرف الناس الكل أنه بعد الثورة وبعد ممكن مشاركة جميع الشباب في الثورة فما صعوبة كبيرة باش يشاركوا في البناء الديمقراطي وفي التغيير. ممكن عندنا سهولة باش نهدموا، لكن البناء لهنا مسألة أخرى ومسؤولية الأحزاب أن يستوعب هذا الشباب، وإلا لكن ما توفرلوش الأطر تكتفي ممكن بالأطر الكلاسيكية والأطر ممكن السورية، فإنه نجم نرجع للخطر اللي كنا فيه قبل وهو العزوف عن السياسة والاستقالة من الشعب العام، وهذا ممكن نعتبره أكبر أسباب. مشلف سامحني مشلف اللي هو صدر أسمع كلمة دولة سيدي في الحمسة. Sarah.
تخلي الاحتفال هذا يكون موجود على الساحه، تخلي الاحساس عند التونسي بعدم الطمانينه، لابد انه تنتقيد الساحه هذه، ولابد انه الاخلاق تجد مكانتها في الساحه السياسيه والتعامل، نبعدوا عن المشاحنات ونخليوا المجال اكثر يعني للحوارات البناءه اللي تخزن المستقبل.